اليوم الناس مستاءة جدا، الناس محبطة، الناس تشعر اليوم بقلق شديد على مستقبل البلد. وهو للأمانة يعني مو مجرد تحلطم ولا مبالغة، لا فعلا في قلق، فعلا في خوف على مستقبلهم. هل هذا اليوم التذمر الشعبي اللي عبر عنه النواب هو ترف سياسي؟ اليوم لما نناقش ملفات على عدة مستويات تقدر تعرف ان هل رأي الشعب ورأي النواب تجاه رئيس الوزراء رأي ظالم ولا رأي مستحق؟ اليوم لما تجي على المستوى الاقتصادي تفاجأنا بأزمة كورونا بدون مقدمات، بتصريح للحكومة يقول إنه ما في قدرة ولا في سيولة على دفع رواتب الثلاث شهور القادمة، وهذا تصريح مخيف أن يصدر من رئيس حكومة لدولة تملك 205 مليار دينار كويتي موجودات مالية، ويؤكد على سوء الإدارة، وأتى بقانون قدمه في المجلس السابق أو كان يبي قدمه اللي هو الدين العام، وسمع وجهة نظر النواب برفض ذلك وعبرنا عنه، لأن احنا ما عندنا ثقة بقدرة الحكومة على التصرف السليم بتلك المقدرات المالية، وكذلك ما عندنا ثقة بالحكومة لمواجهة الفساد.